بحب الشكل ده، الالتزام ده، الجدية دي. الجدية دي يمكن انا طبيعتي الإدارية كده شوية، طبيعتي في الملعب كده شوية. بس فرقة راجعة واخدة كاس عالم الأندية وبعدين تتعادل مع أرمينيا ومش عارف تخسر من أينتراخت باين ولا مش عارف مين 2-1 قبل البطولة، قبل ماتش الأسيو، كله قالك ايه لا ما عادش. حتى شفت تقرير قبل المباراة قالك لو قلنا الكلام ده من شهر كان ما فيش مع يعني منافسة، لكن دلوقتي الأسيو وإنزاجي وحدوتة وعلقة الأربعة. ايه ده وايه اللي بيحصل؟ هو بايرن ميونخ مبدئيا كده هو نقطة قوته ايه؟ يعني احنا حافظين قطر لان انت بتغامر، فانت لازم تبقى 100% عشان تقدر تلعب المباراة اللي فيها ريسك عالي قوي دي. يا عم ده ما بيدخلش فيه جون، ما هما يعني هم فعلا ما بيخسرش المباراة، فانا عرضة بقى يعني ممكن هو يعملها يخسر من فرقة درجة تانية في الكاس في ألمانيا، يتعادل مع الأرمينيا مش عارف مين، لكنه بالفعل يعني ما شفناش العرضة دي، ما شفناش. لان هما فعليا هو الجدية كاملة والتنفيذ المتقن ده مرتبط بنقطة تانية مهمة بقى جدا يا كابتن. أيوة. الإدارة في المرحلة اللي رحل فيها أرن روبن وفرانك ريبيري الناس تخيلت ان بايرن ميونخ راح مش راجع. مش هيكون على الأقل في الزمرة بتاعت الكبار اللي كان بقى فيها ريال مدريد وليفربول وسيتي بيب والناس دي كلها، لان الناس تخيلت ان خلاص انا مش معايا فلوس ادفع اجيب زي روبن وريبيري مرة تانية. وبالتالي ابتدت الصفقات تبقى توليسو مش عارف لعيبة، طلع لعيب هايل. بس انت في الوقت اللي انت متخيل فيه اللي عمال تقول جنابري مين اللي هياخد مكان ارن روبن، هم شايفين ان جنابري ده النهارده 6/10 بس بكره 7 بعده 8/10 ومجهزين صفقه ليروي ساني، ففجاه دخلوا عليك بارن روبن وفرانك ريبيري جداد. فانت في الوقت اللي انت متخيل فيه ان هم هيقعوا، هم بيحضروا نفسهم سنه ورا الثانيه ورا الثالثه. فيليب لام بيرحل، كيمش بيدخل الفرقه، ولا في فرق ولا انت حاسس ان في اي حاجه اتغيرت؟ فبالتالي الفرقه دي جروتسكا بافار وانسجامه اللي مش طبيعي بالظبط. فالفرقه بشكل عام تم تحضيرها بشكل اكتر من ممتاز، حاجه كده الاداره في بايرن ميونخ محتاجه تسقيفه جامده. طيب قول لي واحد زي هانز فليك ده عمالين يدوروا على مدرب، واقعد يا عم انت شويه ولا اجيب لك يوبي هانسن تاني، يوبي هانسن تاني يعني. وهانز فليك يعمل كل الانجازات دي وعلى ما اعتقد يعني اصبح تولي امر مسؤوليه المنتخب الالماني مساله وقت. طبعا يعني اعتقد انه اقرب حد لان هو كان اصلا كمان كان مساعد للويف. فبس امتى بقى؟ لما يسيب بايرن ميونخ. والمدربين في المانيا لما بينجحوا ما بيسيبوش مكانهم بسهوله، بس هو عايز يروح المنتخب. هو بالنسبه له هيبقى طموح المنتخب والفوز بكاس العالم وهو مدير فني اول بالتاكيد حاجه جامده جدا طبعا. بس امتى ده السؤال. انما بالنسبه لنا هانز فليك مستو الرئيسيه، وانا دايما ببص على الفرق الالمانيه وبلاقي ان معظم تتويجاتهم بالالقاب القاريه وبالالقاب الكبرى بتيجي مع المدربين الالمان. ده صحيح، او المدرسه الاقرب للمدرسه الالمانيه. حتى اعتقد يوب هانكس هو النموذج الاكبر فعلا 100%. يعني اعتقد مثلا ان جمهور بايرن ما عندوش نفس الحب لبيب جوارديولا، برغم ان بيب جوارديولا كسبهم الدوري بشكل عادي اللي هو ده الطبيعي بتاعنا، لانه ما كسبهمش دوري ابطال اوروبا لانه لعب ماتش جيم، لعب جيم مش جيمهم. لا عايز تستحوذ وعايز تعمل حاجات تمام وعلى عيني وعلى راسي، بس مش على حسابي. انت بتلعب كورتك على حسابي. وبالتالي هم حسوا ان بيب جوارديولا عايز ياخد ما بين شخصيه المدرب والنادي، انتصرت شخصيه النادي بالظبط كده.